يا ساديو يا ساديو تعالى يا اخويا محمد صلاح عايزك. صلاح ما تفضل صلاح. عندنا يا ابو دايما ناتي في اوقات غير مناسبه. هو ده فعلا محمد صلاح ولا الهباب اللي بيشربوه ده فطلنا؟ هو محمد صلاح يا امجد بيه هو. بس لا مؤاخذة ده لعيب غالي قوي، هتقدر على فلوسه؟ الغالي ثمنه فيه وهدفع اللي تقولي عليه. عزمي هو احنا طماعين؟ لا يا حبيبتي احنا نصابين. بيه ايه ده؟ ايه مش كده؟ هو انتوا ليه بتقعدوا معانا قد ايه؟ ان شاء الله الاجازه كلها قاعدين معاك. انتوا بتعملوا ايه؟ بسم الله ما شاء الله ابنك. لا ده المدهو الجوز. دعوة الفرح. انا شايفه ان احنا نأجل موضوع الجواز والفرح ده لغايه ما نكسب القضيه، صح؟ امك بتشقت يا عزمي. احترمي نفسك يا اشجان وخلي بالك من كلامك. عند الناس كده احنا مش عارفين. ودي هو ماما ومع مين؟ مع فايق؟ ما تفهمنيش غلط، احنا متجوزين. مساء الخير يا نانسي. مساء الخير يا استاذ عماد. استاذه موجوده؟ موجوده ايوه، بس ثواني ابلغك. لا لا خليك، واحده اغربت، خليك انا اخش على طول. استاذ عماد ليه بترفص النعمه يا عزمي؟ سيبنا كده نعوم على وش الفته. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ انت يا عزمي؟ كده اشجان؟ عماد شش. انا سمعت اشجان بوداني، سمعتها وبتقول فته. اقسم بالله يا عزمي انا لو مش موجود في عزومه الفته دي لا انت صاحبي ولا اعرفك. ايه ده يا عماد، انت تافه قوي يعني. لا طبعا ده انت اول واحد يعني هنقوله يعني. الله يحفظك. قلت ده كلام؟ طيب يلا بقى يا شاجي عشان نلحق اللحمه على النار عشان ما تبصش. اه يلا يا بابي. طيب يا حبيبي احنا هنلحق بقى، هنكلمك وقت اخر. ها باي نيفو. باي يا عماد. باي باي يا اشجان. اتفضل يا مدام. هو انا مش قلت لك تخبط 100 مره قبل ما تدخل؟ بالراحه يا حبيبتي. في ايه بس؟ ليه بتتعاملي ناشف كده؟ عايز ايه؟ انا بصراحه نيفين كنت جاي لك في موضوع مهم قوي. احنا بقالنا 7 سنين مخطوبين يا نيفين، واظن كفايه قوي لحد كده. تصدق دي احسن حاجه قلتها يا عماد. بص انت عندك حق، انت شلت من على قلبي هم قد كده. بص خد اهي دبلتك اهي، خدها. ايه ده؟ لا 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 مش ده قصدي خالص. انا قصدي يعني كفايه كده خطوبه، مستعجل على الجواز يا نيفو. انت بقى يا روحي، انت بقى نتجوز ونعيش مع بعض في بيت واحد، واشوفك كده واقفه في المطبخ بتعملي لي الشكشوكه، وبعد كده تولعي لي ولعه وتخشي ترصي لي حجر، وانا اشرب الشيشه وانت تروحي ايه رقصاني بجلابيه نانسي عجرم المقلمه دي. ايه القصه التركي في ايه يا عماد؟ هو انت هتجوز هيتم ولا ايه؟ وبعدين الشكشوكه ايه اللي هعملها لك دي؟ خلاص اعملي لنا عجه. انت هتهزر بقى ولا ايه؟ بص يا عماد بصراحه يعني كده انا كويس ان انت فتحت معايا موضوع الجواز ده، يعني انا حاسه ان احنا مختلفين قوي عن بعض. يعني انت واحد ما عندكش طموح، خيالك محدود، مش عايز تكبر، وانا بصراحه شايفه مستقبلي بطريقه تانية خالص وشايفه نفسي بطريقه تانية. يعني عماد انا حاسه ان احنا ما ينفعش نكمل مع بعض بالاخر كده. انت جاي تكتشفي ده بعد 7 سنين خطوبه؟ لا اكتشفت بعد 3 شهور بس ما رضيتش اكسفك يعني. طب انت ايه اللي خلاكي تستحملي كل ده؟ ولا انت عشان ربنا كرمك بقرشين عايزة تدوسي عليا؟ عماد أنا أصلا خلاص يا نيفين الكلام خلص. ممكن بعد إذنك تحضري لي الهدايا بتاعتي عشان عايزها. حضراها. خد حاجاتك اهي. كنت مرتبه بقى كل حاجه. ماشي يا نبيل. ماشي. ايه ده؟ كان في تويت صغير كده راح فين؟ متقطع ورميته. متقطع ورميتيه. ماشي. والايفون اللي جبته لك من 3 سنين. انا عملت جمعيه عشان اجيب لك الايفون ده. ما موجود هجيبه لك عادي يعني، بس هو مش معايا دلوقتي هجيبه لك. ولا ما تجيبهوش. مش عايز منك حاجه. ماشي يا نبيل. انت اللي اخترتي. بكره تجيلي رقعه. وهاخد دي كمان. اه يا بنتي ليه يا نيفين؟ ده ايه الخطه دي؟ ده ولا فيلم اجنبي. عزمي بقول لك إيه، اسمه ايه الفيلم بتاع الباشينو اللي كان عامل فيه تاجر مخدرات؟ الجزيرة 2. الجزيرة 2 ايه؟ وانا بقول لك احمد السقا، بقول لك الباشينو. يوه
واحد ما عارفش يقعد في الدريسنج بتاعه براحته. ايوه صحيح، انت بقالك ساعتين في الدولاب بتعمل ايه؟ دولاب اسمه دريسنج يا بيئه. دريسنج الله يرحم ابوك كان بيكوي هدومه تحت المرتبه. اشجان لو سمحت، احنا اصلا ما كانش عندنا مرتبه. وبعدين سيبك من صراع الطبقات ده وخليكي معايا، البس الكاكي ولا الكامل؟ كامل اسمها كامل. اه حاجه كامله ابو الوفا. انت بتتريق ليه؟ ما تلبس اي حاجه منهم كلهم شبه بعض. جهله، انا برضو كنت بقول زيك كده ايام الفقر، كان بالنسبه لي السكري والكامل والكاكي بيج عادي جدا، كانت البنطلونات يا جنس غامق يا جنس فاتح يا جنس بنت. يخرب بيت سمكتك يا ده عزمي، انت بقى دمك سم ليه كده يا ده بعد ما بقى معانا فلوس؟ يخرب بيتك. بغض النظر عن كلمه السكري لانها بلدي كمان في ودني، غير دمك السم انا كمان كان اغلى صباع روش بجيبه باتنين ونص من اخر العنقود اللي عند كوبري الخشب. عشان كده احنا لازم نأمن مستقبل ابننا بودي عشان يعيش حياة حلوة، ما يشوفش ايام سودة من اللي احنا شفناها دي. يا روح قلبي انا مش عايزك تلاقي خالص ولا يكون عندك اي فكرة، احنا شغالين ليل نهار اهو، وبعدين همخمك لك كده في عملية حلوة تطمن لك قلبي. طب وليه المخمخ ليه؟ مانيفين جايبة عملية حلوة هي ومتخططة ومظبوطة. يا حبيبتي انا مش هقري في الموضوع ده كتير، عشان انا مش هعمل الخطة بتاعت البت نيفين دي وخاطر بيكي وخاطر بنفسي وفي النهاية طلع فيها 50%. حبيبي افهمني، انا كمان بكره نيفين دي زيك، انا عارفه ان هي بنت ملزقه كده ومسحلله وغلسه. احنا نعمل العمليه وبعد كده نشوف موضوع ال 50%، احنا اللي بناخد الفلوس ونشوف هنديها ايه في الاخر. ما سمعتيش عن تعديل وزاري قريب؟ لا مش متابعه. لازم يمسكوكي وزاره التخطيط، هتخلي البلد ايه فوق. شكرا. ايه ده؟ تعالى بوتي حبيب ماما، ليه حبيبي زعلان بقى وداخل زعلان؟ ممكن تعصيم مش عايز يلعب بالبلاي ستيشن بتاعي. طب العب بالايباد. هو بيلعب بيه. طب العب بالتاب. بيلعب بيه. طب العب بالموبايل. بيلعب بيه. ايه الراجل ده بيلعب بكل حاجه؟ ايه اخطبوط؟ تعالى يا حبيبي بنشوف السنه الكبيسه اللي هبت علينا دي ومش راضيه تسيبنا. تعالى روح يا حبيبي مع بابا. يلا يا حبيبي تلاقش. تعالى يا حبيبي. ايوه يا مو، ايوه ايوه ايوه، ولف قالوا لف الجاتو. ايوه يا مو بقى، ما تلعبوا يا ابني معاك، اعتبره بتاعه البلاي ستيشن ده. معلش معلش الدراع التاني فصل وانا بلعب اونلاين، ولو كسبت هاخد 10 مليون كوين. يلا يا مو. طب اديله الايباد ولا الموبايل؟ فصل شحته، فصل شحته. هو انت يا ابني جاي تسحب الطاقه اللي موجوده عندنا؟ بقول لك ايه، ما تنزل تشوف لك شغلانه بدل ما انت قاعد تقدرنا وتقدر الواد كده. على فكره انا معايا فلوس تشتريكوا كلكم، بس انا حاططها في مزرعه السمك، واول السمك ما يبيض ويفقس ان شاء الله هزفرك واديك فلوسك كلها على الكروكس. الله يا ابني احنا اللي هنبيض منك كده يا عزمي. مش مستحمل اختك وجوزها؟ يا حبيبتي انت على دماغي اشيلك العمر كله، بس اللي انا بستغرب له انت مستحملاه ازاي؟ حرام عليك ده عسل. لا انا امشي امشي انا تقيل. طب اقسم بالله العظيم اخد البلاي ستيشن واطلع العب فوق. انت ما عندكش دم يا ابني. انا ما عنديش دم؟ انت بتستثير غضبي. ها طيب، طب روح بقى بالفانيلا الداخليه اللي انت لابسها دي. ها فانيلا؟ اولا دي مش فانيلا، ده تيشرت. ثانيا انا حر بقى في بيتي البس اللي على مزاجي، البس لكلوك في عز الحر، البس اللي انا عايزه. وبعدين يعني انت اللي فاشونيستا قوي بالسدير اللي انت لابسه ده. السدير يا بيلي مش عاجبك؟ ده هديه من ابو زعاف المغري. ابو زعاف المغري زعيم اكبر قبائل البدو في شبه الجزيره العربيه تما. اداه لي هديه لما العربيه بتاعتنا وقفت عندهم في القبيله. هو انت يا ابني ما بتشتريش اي حاجه خالص؟ اي حاجه قدامك بتاخدها كده زي الجراد؟ عيب عيب. ايه ده؟ ليه كده؟ حد يعمل كده برضه في الضيوف اللي عندنا؟ مش الاستاذه نجوى ابراهيم قالت وانتوا قاعدين مع بعض كده في البيت تحضنوا بعض، تبوسوا بعض، تطبطبوا على بعض؟ حزمي حرام عليك، انت عارف اللي انت بتزعله ده كان عامل معايا ايه في السعوديه؟ كان بياكلني البرنجز وهو بيطبل على الوينجز. بالهنا والشفا. وبعدين ثانيه واحده، اللي انت عاملاه في عينك ده؟ ده ستايل الملكه احلام في ذا فويس. مين؟ الملكه احلام، بس بحبها قوي. بص من حبي فيها رحت عملت ايه؟ دقيت تاتو. نفسي ابقى ملكه زيها. هو اي حاجه تعملها احلام تقلديها على طول؟ ما قلتيش ليه اليسا ولا نانسي ولا حتى حمائي؟ قلقها منك يا ماما ولا من طاش مطاش اللي وقع في حظي ده؟ ده انا يا ابني مقدمه على ذا فويس السنه الجايه، يا رب يقبلوني واروح اقعد على الكرسي اللي جنبها. نولها لها يا رب. استهدى بالله، استهدى الله. وايه ده عزمي فيه يا راجل؟ ما تعملش نفسك كده. خد يا ابني يا حبيبي العب، خد يا بابا انبسط يا حبيبي انبسط. العب العب براحتك، كل الجيم كله الجيم كله يا حبيبي. خد دي روق اعصابك، ده بونبوني كده بينظف الزور وينظف الصدر كده عشان تبقى حلو وفريش والكلام يطلع منك حلو يا راجل. استريبسز يعني؟ استريبسز حاجه زيه كده بس مستورد نظيف نظيف.
يلي 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 هات ابوك. ما تدلوش حاجه خد هات هات البتاع. اقسم بالله بكلمك ورب الكعبه هجيبه. بتعمل ايه يا مشهور؟ بقطع البطاطس. برينكا المره اللي فاتت قطعت الحلقات تخينه شويه علشان كده ما استواش. يا حبيبي يا ريت تهتم بشغلك يا حبيبي زي ما انت مهتم بالبطاطس كده، وتمسك الناس النصابين اللي نصبوا عليا واخدوا فلوسي. الله 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 ولازمته ايه بقى الكلام ده؟ شكلك لسه زعلانه. طبعا وهفضل زعلانه ومقموصه لغايه ما تمسك الناس دول وتجيب لي فلوسي. ها هو انا ما قلتلكيش مش احنا قبضنا عليهم؟ لا بجد بجد يا مشهور. ثانك يو ثانك يو جاد. طبعا بجد حدب عليك ليه؟ بس زحمة الشغل نسيتني افرحك. يا سلام يا سلام الحمد لله. في الحقيقة اللي قبض عليهم الضابط امهر لكن حسب توجيهات سعادتي. طيب المهم بقى فلوسي انا فين؟ اصل عايزة اغير تكييفات المدرسة كلها. الفلوس؟ الفلوس طبعا الفلوس. هو انا واحنا بنحقق معاهم اكتشفنا انهم صرفوا الفلوس العيال الوحشه دول. قمت انا عملت ايه؟ مضيتهم على ايصالات امانه على 10 سنين بنظام التايم شير. يا مصيبتي يا لهوتي، ايصالات امانه على 10 سنين ونظام تايم شير؟ وبعدين معقوله اللي بيحصل ده؟ اي ونت ماي موني باك. يا حبيبتي اهدي لو سمحتي، فلوسك هي كمان مسؤوليتي. وبعدين انا مش ساكت، خدي بالك ان انت متجوزه اسد، الولاد دول خلاص قبضنا عليهم وبقوا في ايدينا، خايفه من ايه؟ ومش هيفلتوا من ايدينا تاني. الله 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 ايه ده؟ مامتي جابتها لي عشان عيد ميلادي. يا حبيبي كل سنه وانت طيب. بابا خليه يطلع بره، انا بخاف من الكلاب خالص. حبيبي ما تخافش، دي ده كلب كيوت خالص. يا ريت تاخد الكلب وتفسحه في الحديقه، حاكم الكلاب تحب المساحات الخضراء. انا عايزه فلوسي، عايزه فلوسي، فاهم؟ فلوسي. يلا اخر صابع موز عشان خاطري واحكي لك حصل ايه عند الدكتور. يا حبيبتي الله يسترك، انت موكلاني صباطه بحالها بس طمنيني بس. تعرف؟ عارف لو ما اكلتش صابع الموز ده قشرته هتدي عليك وتزحلقك وانت ماشي. يا جوجا ما بهزرش، انت بتهزري ايه؟ ايه اللي ايه ده؟ كل ده كذب اللي بتقوليه كذب. طمنيني بس الدكتور قال لك ايه؟ انا ما كنتش عايزه ازعلك بس هقول لك بقى بصراحه، هو قال لي ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش الخلف. انا عايز حته عيل يملى عليا دنيتي. ده الطب دلوقتي تقدم، اتصرفي يا رجاء. اتصرف؟ طب واتصرف ازاي بقى انا دلوقتي يا فوفا؟ الله ده حتى الخلفه مشاركه، يعني هجيب بقى العيل لوحدي ولا ايه؟ وبعدين سالته على موضوع الانابيب قال لي ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ انابيب يا خالد. في ايه يا خالد؟ في ايه؟ معتمد رجع يا اشكال. ايه الحلوش؟ واحنا في داهيه. في ايه؟ في ايه يا اسر يا حبيبي؟ عايزين ياخدوا الكلب مني. ايه؟ الكلب ده بتاعي، انتوا سارقينه مني يا حراميه وانا هبلغ البوليس. ايه الحكايه يا جماعه؟ يعني ايه الكلب مش كلبه؟ مامته جايبه له هديه يوم عيد ميلاده. متاسفين جدا، اصل خاله بيموت في الكلاب، بيشوف كل كلاب الشارع كلاب، واصل هو امورها في الحس وكده. سيب الكلب يا خاله، اديهم الكلب. اذا كان عايز ياخد الكلب ياخدني معاه مرافق بمرتب. معقوله برضه هتزعل مننا سياده اللواء مشهور مساعد وزير الداخليه ومدير مكافحه جرائم النصب والاحتيال كمان؟ احنا اسفين جدا يا عزبه بيه. اسفين يا استاذ فايق، وليك من عندي كلب هديه. ولا يهمك يا سياده اللوز، الكلب كلبكم وانا تحت امركم. لا ما تقولش الكلام ده، الجيران لبعضيها عن اذنكم. يلا يا اسر. يلا يا حبيبي. راح 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 خد كلبي وراح. اشعط دبابة اشعط قط احش احش احش. ايه اللي انت بتنيله ده يا وحش؟ ما تخافيش يا بنت فيفي، جوزك قدها وقدود.
يلا يا رجاله ارتاحوا انتوا. ايدك والنبي يا اولاد. وده اسمه ايه بقى التمرين ده يا شاطر؟ ده اسمه بنجي خلف. لا يا شيخ، وده مكانه فين؟ مكانه هنا في شارع شهاب. ايه يا بنت الاسئله دي؟ هو دكتور الجيم قال ان انا لازم افاجئ العضله. دكتور الجيم؟ ده انت فاجئتين انا شخصيا يا عطا. عطا انت عايز ايه من الجيم؟ ولا انت هتفضل نطط لي كده وطبق على نفسي؟ جرى يا وليه، بعمل لك الفورمه بتاعت الهضبه. هو الكابتن قال لي ان انا 10 سنين جنرال وهبدا ابني جسمي. ده انت لو هتبني عماره هتسلم قبل 10 سنين. يعني ايه الفورمه دي اللي ناقصاك يا عطا؟ ايه يا فوفا في ايه؟ ما ينفعش كده، كده هتبردي. ايه سلسوب الهوا ده؟ احنا في شهر كام يا وليه؟ يلا نكمل تمرين يا فوفا. يلا بينا يا موري. يلا. الفورمة الهضبة يعني. ابقى قابلني لو حصلت فورمة سعد الصغير حتى. كده يا فيفي. يا رجالة! رجالة! أنت كويس، أنا عايزك تضرب مهلبية كتير، يا مهلبية يا زبادي، ماشي؟ جاي لك يا فوفا. خلاص يا رجالة، بيهوش بس. ماشي. عندك يا كابتن عطر. لا يا رجالة خلاص. ارتاحوا انتوا، همتكم انتهت. فرق على اخوك. ماشي يا كوتش. خلاص. ماشي يا فيفي. ماشي. جاي لي كفيفي. متأكد يا حسام ان ده الكومباوند اللي فيه العصابه؟ اكتر من متاكد ان حضرتك قاعد جنبي يا قمر باشا. بس ازاي؟ مش ممكن. ازاي العصابه تصل لهذه الاموال وهذه القصور؟ ده في كنوز ياقوت ومرجان اكيد جوه. وحضرتك مستغرب ليه يا قمر باشا؟ هم شغالين عند الشبراوي؟ دول نصابين تقال يا فندم. امال لو ما كناش عارفين كل البلاوي اللي عملوها والملايين اللي قفشوها. حسام انا قلقان، ممكن ما يطلعش المكان وفي النهايه يطلع لنا واحد يضربنا ويهزقنا ويمشينا. لا يا فندم، عايزك تطمن. واكيد في كلاب جوه ممكن تنهشنا وتاكل عضمنا قبل لحمنا. يا قمر باشا ثق فيا يا فندم، طالما حضرتك سبتني نفسك المره دي صدقني مش هتندم. مش هتندم يا قمر باشا، وهنوصل لهم. انا عملت تحرياتي وتاكدت. ايه؟ عملت تحرياتك من ورايا يا عصام؟ عشان كده تاكدت حضرتك. ايه الكلام الفارغ دوت؟ ازاي ده تعمل كده تحريات ازاي؟ وان شاء الله الليله دي هيباتوا في الحبس. الترقية بتاعتي قربت. أنا شايف في برص عقلي. برص؟ في صراصير في عقلك يا أفندي. أنت هتترقى وأنا مش هترقى، إزاي؟ طب إيه رأيك بقى إن أنا هترقى لوحدي؟ وأنا ممكن ألغي العملية من أساسها. أنا هخلي القوات تتقهقر والعملية تخلص. لا عمليات. لا تتقهقر إيه؟ عمليات. يا قمر باشا أرجوك. يا بقى ده اسمه كلام برضه يا قمر باشا، يعني معقول يرقون أنا وينسوا الراجل اللي ضحى بحياته عشان يدمر الأدلة؟ دمر الأدلة. يا عمليات. يا قمر باشا. لا لا لا. أرجوك يا قمر باشا. أنا اللي بدأت العملية. ترقيتك قبل ترقيتك. ولا أنهيها. دبابيرك قبل دبابيري يا فندم. أنا اللي أقتحم. حاضر. ولا اللي أقول. عينيا الاثنين يا فندم اقتحم طبعا. أهو عمليات. هما ثلاث أربع أيام في السفرية، مش هنطول. مش هوصيك يا شيماء. ما تقلقيش والله بودي في عينيا. أهم حاجة تبعدي تحسين عنه والنبي. هو فين تحسين صح؟ انا اديته منوم عشان يبعد عن الوقت. المهم يلا بينا عشان نلحق. ماشي باي باي يا حبيبي. باي حبيبي ماما. يلا يا روحي. باي باي. يلا يا عزمي، بدل ما تظهر لنا مصيبه ثانيه. هنعمل ايه دلوقتي؟ يلا يلا بسرعه. فين فين بسرعه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هنهرب طبعا. نهرب ازاي؟ مش عارف. يلا نجحت من السفر. هي دي الفيلا يا قمر باشا. دي الفيلا؟ الكلب اهو. اقبض عليه يا حسام. سيبني. هسيبك سيبني. ازاي؟ هسيبك ازاي بعد ما قبضت عليك؟ قلت لك يا قمر باشا، المرة دي هي الناهية. ناهية؟ بس خلي بالك لا يهرب منك من الناحية التانية. يا فيك يا حسام بقى، احنا بنفك خيوط القضية. قفشتك، قفشتك يا مجرم. في ايه؟ في ايه؟ ما عملتش حاجة. ده أنت عملت بلاوي. ومش هسيبك لو في اخر الدنيا هجيبك. كنت متوقع، كنت متوقع انك قله وصغير، بس ما كنتش متخيل انك صغير قوي للدرجه دي.
اوعى تفتكر ان انت واصحابك عصابه القناع الاسود ممكن تهربوا مني. انا المحقق كولن. انت بتكلم مين يا قمر باشا؟ بتكلم النصاب دوت. نصاب مين يا فندم؟ ده طفل صغير. ايوه طبعا هتقول لي طفل صغير ومالوش ذنب. طب ما حضرتك عارف ان ملوش ذنب بالكلام. ايوه ابوه وامه شغلوه في النصب وهو ما كانش عارف. عارف الظروف الاجتماعيه والكلام الفاضي اللي انت بتقوله دوت. باشا ارجوك وانما تصغرش مخك، احنا في لحظه مهمه دلوقتي. سيبه يا فندم بعد اذنك. انت فين شركائك؟ انت فين يا فندم بحنجره سعادتك دي؟ معلش يا حبيبي معلش، ده مسدس خرز عمه بيلعب معاك. قول لي انتوا ساكنين فين؟ يا سلام الله على السؤال. انا شايف في مراهقه فكريه، في طفوله عقليه. طفوله عقليه ساكن فين؟ هيكونوا ساكنين في الغردقه. ساكنين هنا يا فندي. سامع النصائح يا فندم؟ اتفضل حضرتك. نفذ الاقتحام. معاك حق فندي. اقتحام. كله يقف مكانه، اوعى حد يتحرك، كله يلبس سلاح. ايه ده؟ يا نهار اسود، مشهور باشا؟ كبير الحراميه؟ كبير النصابين؟ اخرس. اخرس ايه؟ انت ايه اللي ملبسك كده؟ وايه اللي معادك هنا؟ ده بيت يا بني ادم، انت اللي بتعمل ايه هنا؟ بيتك؟ طلع بيته يا فندي. بيته؟ يعني انت حفيده؟ يا حبيب قلبي، يا روح قلبي، استنى رايح فين؟ ايه ده؟ ايه الهطل اللي احنا فيه ده؟ مين دول؟ وايه اللي جابهم هنا؟ رد يا بني ادم. رد عليا انت. اما يرد هم الاول. رد يا بني ادم. تمام مشهور باشا، حضرتك احنا كنا جايبين القوات وجايين عشان نقبض على النصابين اللي نصبوا على مدام اشجار الهانم مرات سعاده جراب حضرتك. فعلا احنا كنا جايين نقبض على اشجار الهانم فعلا. يا سلام، يعني لسه لغايه دلوقتي ما قبضتوش عليهم مش كده؟ ما تقلقيش يا فندم، في ظرف 174 ساعه نكون قابضين عليهم. كده يا مشهور؟ بتكذب عليا انا يا مشهور؟ تقول لي قبضت عليهم وانت لسه ما قبضتش عليهم؟ بقول لك ايه؟ حسك عينك دهاهم ناحيه الدور الثاني. نو بدروم، اوكي؟ حرام عليكم، حرام عليكم، ده انا ما صدقت هديها، انا ما صدقت اخليها ترضى عني، دي ابتدت تحط منوكير. والله يا باشا، والله العظيم ما شرطي، دي شروط حسام، طبعا انت عارف اللي يمشي ورا العيال ما يخلاش. انت ليه عاوز تلبسه مصيبه؟ كان عمل لك ايه يا اخي؟ والله العظيم تعبت معايا يا مشهور باشا، والله جاب اجلي خلاص. قعدت اقول له يا قمر باشا، يا قمر باشا بلاش نقتحم الفيلا دي بالذات. قعد يقول لي والله العظيم لو فيله مشهور باشا شخصيا نقتحمها وهيديها فوق دماغه. كذاب. لا والله العظيم مش كذاب، والله ولا الكلام ده، وقعد يقلش ويقول افات ويضحك عليها لوحده. كذاب. انا مصدقك والله يا ابني، انا مصدقك. انا تعبت والله مشهور يا باشا. والله العظيم ثلاثه دي شروط حسام، ده هو اللي قال ان في فرد امن شاف الكلب اللي احنا بندور عليه جوه هنا في الكومباوند. يعني انتوا سايبين البلد كلها وجايين تشتبهوا فيا انا؟ يا باشا احنا ما بنتشبهش فيك، بنتشبه في الكلب. الكلب ده كلبي انا. حسابكم مش هنا، حسابكم في المديريه. يا باشا افهمني بس، والله ده سوء تفاهم. اطلعوا بره على المديريه. حاضر. برا. حاضر يا باشا، حاضر. انسحاب. هما لسه ما دخلوش الفيلا؟ مش عارفة يا عزمي، بس أنا مش سامعة أي صوت. استر يا رب. حد جه تحت؟ طب يا حبيبي روح اتفرج على التلفزيون. مش فاهمة هما راحوا فين؟ مش عارف. استنى اشوف. ايه ده؟ دول راحوا عند اللواء مشهور. الحمد لله يا رب. بالبوكسات والقات كلها؟ يمكن رايحين يتغدوا. طب يلا عشان الحق العملية. عملية؟ ليه سلامتك بعد الشهر في ايه؟ مفيش جنبي بس وجعني فبعت ادق. يلا بس. والله يا حسام ما راكب معاك ابدا. هو ايه اللي بس ده؟ انت بتسقط واحده من جامعه الدول. يلا يا فندي على مكتبك. يا قمر باشا ما يصحش كده حضرتك يا فندم، احنا جايين مع بعض هنمشي مع بعض. لا انا هرجع لوحدي، هرجع بتوك توك الوزاره. ده اسمه كلام برضه يا قمر. عايز ايه يا حسام؟ عايز ايه مني؟ يا قمر باشا حضرتك زعلان مني يعني؟ طبعا زعلان. حقك انا يا قمر. تلبسني صوت مشهور بيه كده؟ ما حضرتك ياما رشقتنا في عمدان وشجر ووقعتنا في الترعه. ايوه بس مش للدرجه دي يا حسام. يا فندم اهدى بس يا قمر باشا، يعني حضرتك متعود على الحاجات دي؟ حضرتك اخفاقاتك بتتكلم عنك. فعلا فعلا يا حسام انا اعصابي تعبانه وبخفق بقالي فتره، يمكن عشان قلبي بيخفق او يمكن عشان بخفق بيدي الصبح افطر بيه، لكن الاخفاق ما يبقاش للدرجه دي. حسام انا فعلا محتاج اجازه. دي فكره تحفه جدا طبعا يا قمر باشا، والله العظيم وانا كمان محتاج جدا. ايه
محتاج ايه يا فندم؟ تاخد اجازه؟ محتاج حضرتك تاخد اجازه. ما تقلقش يا قمر باشا، الشغل انا هشيله على راسي والله العظيم، ما تشيلش اي هم يا فندم. انت كبيرك تشيل دمبل تشيل حديد، لكن الشغل ده تقيل عليك، ثم انا ضميري مش هيبقى مرتاح وانا بعيد عن الشغل. بالعكس بالعكس يا قمر باشا، ده اكتر وقت هيبقى ضمير حضرتك مرتاح فيه جدا يا قمر باشا. ارجوك يا فندم خد اجازه، خد اجازه وما تشيلش هم خالص والله العظيم يا قمر باشا. حضرتك بقى تروح تقعد على البحر تقول افيهات للسمك، السمك يضحك ترد عليه تضحكه والبحر يضحك وتبقى سعاده. خد اجازه يا قمر باشا. لا 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 ابدا، دي برهمه عقليه. ارجوك يا قمر باشا. لا 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 ابوس ايدك. لا حسام ارجوك خد اجازه. لا يا حسام لو بتحب مصر، لو قلبك على الوطن حسام ما تضغطش عليا بام الدنيا. لكن اها سلام عليك.